الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد المشير طنطاوي. ضيوف الرحمن يواصلون أداء مناسك الحج في أجواء روحانية مباركة. بلينكين يؤكد أن واشنطن ستقدم أكثر من 368 مليون دولار كدعم إنساني لأوكرانيا. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم وكل عام وحضراتكم بألف خير. أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس. وقد بدأت شعائر الصلاة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم عقبها ترديد تكبيرة العيد. هذا وأدى صلاة العيد مع الرئيس السيسي كل من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي وشيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. انتهى ضيوف الرحمن من رمي جمرة العقبة في مشعر منى في أول أيام عيد الأضحى المبارك. وقد شهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل، كما اتسمت حركة الحجيج نحو الجمرات والساحات المحيطة به بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات. كما يؤدي الحجاج المتعجلون طواف الإفاضة وسط منظومة من الخدمات داخل المسجد الحرام، وذلك ضمن خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لضمان تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة. الله أكبر، الله أكبر. والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا لبيك. اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. اتم ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين تصعيدهم الى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى والتوجه الى المسجد الحرام بمكة المكرمة. ويعود الحجاج مرة أخرى إلى مشعر منى لقضاء أيام التشريق، وذلك وسط إجراءات أمنية مكثفة لتسهيل وصولهم إلى المشاعر. بعد قضاء ضيوف الرحمن ليلتهم عند المشعر الحرام بالمزدلفة وبدء تصعيدهم بعد صلاة الفجر إلى مشعر منى لرمي جمرات العقبة الكبرى لتبدأ بعدها أيام التشريق، وذلك بعد تمكينهم من الوقوف بصعيد عرفات والذي حرصت خلاله البعثة الطبية المصرية على التواجد بالمخيمات للعمل على تهيئة الأجواء المناخية والروحانية للحجاج المصريين. كان لنا تواجد في المخيمات في عرفات، وهيبقى لينا برضو تواجد في المخيمات في منى إن شاء الله. إحنا كنا بنستقبل أي حد مريض، أي حد محتاج أي مساعدة طبية، كنا بنستقبله في الخيمة اللي إحنا كنا قاعدين فيها، بنقدم له العلاج، نشوف الضغط، السكر،
الخدمة الطبية كاملة. في بعض الحالات ما كانتش بتقدر ان هي تجيلنا لحد عندنا، فكان الدكتور بياخد الحاجة بتاعته وبيتوجه ليها، بيقدم لها الخدمة الطبية بتاعتها لحد ما نطمن عليهم. ده بالإضافة ان كان في فريق المستشفيات بيمر على المستشفيات اللي في منطقة عرفات، وبرضه هيمر على المستشفيات اللي في منطقة منى علشان خاطر يتابع حالات المصريين اللي بتخش المستشفيات ديت. احنا كنا كفريق وقائي في طب وقائي في المشاعر، كنا طبعا مقسمين نفسنا فرق، بنعدي على المخيمات برضه، بندي توعية وتثقيف صحي للحجاج، طبعا بنقول لهم طبعا عدم التعرض للشمس بطريق غير مباشر، ان هو برضه بياخد الشمسية او غطاء رأس على راسه، يحاول بقدر الامكان ان هو يتجنب الزحام، يحاول بقدر الامكان ان هو برضه يكتر من شرب الميه الكتير، السوائل، يتجنب مثلا اكل الحلويات عشان ما يحصلش له اجهاد حراري او هبوط. جموع بيت الله بعد رمي جمرات العقبة الكبرى بمشعر منى عبروا عن سعادتهم البالغة لتمكينهم من أداء الفريضة، مشيدين بالإجراءات الميسرة التي اتخذتها السلطات السعودية بالتعاون مع البعثات النوعية المصرية ومنها البعثة الطبية. بس الانطباع ان هو التنظيم ممتاز ما شاء الله، يعني الحقيقة يعني مبذول مجهود ممتاز جدا الحقيقة، يعني في كل حاجة في كل النواحي. أنا في حلم، لا في حلم مش عايز اصحى منه حقيقي. تجربه جميله جدا، وربنا ما يحرم اي مسلم ابدا 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 يا رب. والله الحمد لله ربنا تم علينا بالحج وكل شيء كان ميسر الحمد لله. الحمد لله السنه دي كانت حلوه والاعداد كويسه يعني الحمد لله، وربنا يوعد كل الناس. والحمد لله المشاعر جميله والتنظيم اكثر من رائع والامور منظمه بشكل جميل جدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اعظم حاجه بالنسبه للمسلم الحج تكمل الدين، الحمد لله الحمد لله قمة السعادة. بعد أن قضى ضيوف الرحمن ليلتهم بالمشعر الحرام، سعوا لرمي جمرات العقبة الكبرى لتبدأ أيام التشريق، ليتحللوا من إحرامهم، داعين الله أن يتحللوا من ذنوبهم والرجوع إلى ديارهم كما ولدتهم أمهاتهم. محمد حلمي، التلفزيون المصري. ما زلنا نتابع مع حضراتكم أداء مناسك الحج، وينضم إلينا من الأراضي المقدسة مفد التلفزيون المصري عبد الله بركات. بعد التحية عبد الله، انقل لنا الصورة لديك. نعم نوع. نحن الآن على مشعر منى، وفي الخلفية بالطبع القباب المشهورة لمنى في الخيمات الموجودة هنا بمشعر منى، وكذلك جسر الجمرات في الناحية الأخرى. في هذه اللحظة بيقوم الحجاج برمي جمرة العقبة الكبرى، وهو صبيحة يوم النحر، ومستمر هذا الأمر حتى هذه اللحظة في رمي الجمرات. منذ نجحت عملية النفرة التي قامت بها وزارة الداخلية وهي المشرفة على بعثة الحج الرسمية، نجحت عملية النفرة بكل المقاييس، ونجح ووصل الحجاج إلى مخيماتهم، وتلك المخيمات الموجودة هنا بالقرب من جسر الجمرات للتيسير على الحاج في رمي الجمرات، ومن ثم العودة مرة أخرى إلى مخيماتهم التي تم تجهيزها بعناية لتوفير أقصى درجات الراحة للحجاج سواء معيشية أو إقامة أو غيرها. هذه المخيمات أيضا موجودة على أسوارها بعض أفراد الأمن الخاص بالمطوفين لمنع أي دخلاء من الدخول إلى داخل المخيمات، وبالتالي يؤدي إلى استمتاع الحاج بإقامته وفي هذا المشعر المقدس. نحن نعلم أن هذا العام عدد الحجاج حوالي 1,000,000 حاج، وهو الثلث بالمقارنة بأعوام ما قبل جائحة كورونا، وبالتالي المساحة المخصصة للحاج هنا في منى هي أكبر من السنوات السابقة. لك أن تتخيلي أن المساحة كانت حوالي 93 سنتيمتر أو 94 سنتيمتر للحاج في الأعوام السابقة، زادت هذه المساحة هذا العام إلى أكثر من متر، وهي تعطي الأريحية للحاج. بالنسبة لرمي الجمرات، السلطات السعودية حددت اتجاهات محددة للمتجه إلى جسر الجمرات، وهي عكس الاتجاهات في القادم من جسر الجمرات لمنع عمليات التزاحم، مسارات مختلفة، مسارات للذاهب إلى جسر الجمرات ومسارات للعائد إلى المخيمات مرة أخرى. في تلك المسارات وفي مخيمات منى على وجه الخصوص وفي هذه المخيمات وموجود يعني أعمدة الإنارة التي تقوم برش رذاذ المياه على الحجاج نظرا للارتفاع الكبير في درجات الحرارة والتي تصل إلى 44 درجة مئوية.
بتسهم في خفض درجات الحرارة من 3 إلى 4 درجات للتيسير على الحج، إضافة إلى وجود أعداد كبيرة من المتطوعين من الجانب السعودي بيقوم برش المياه على طول الطريق على الحجاج لتلطيف الأجواء ودرجات الحرارة، وجود متطوعين من وزارة الصحة السعودية، وجود متطوعين من الهلال الأحمر السعودي بيجوبوا المخيمات للاطمئنان على الحالة الصحية للحجاج، إضافة إلى المراكز الصحية الموجودة هنا بمنى، وإضافة أيضا إلى الانتشار الأمني الفعال الموجود في كل تقاطعات وشوارع منى لمنع السير عكس الاتجاه والتيسير على الحجاج في الاتجاه إلى جسر الجمرات والعودة إلى من جسر الجمرات. هذا الأمر سيستمر على مدار أيام التشريق الثلاثة بالنسبة للحجاج العاديين، أما بالنسبة للمتعجلين يمكن أن يستمروا هنا على مدى 2 يوم، وفي الحالتين هناك إقامة مريحة للحجاج. إذا تحدثنا عن عدد الحجاج المصريين بيبلغ عددهم 20,000 حاج، منهم 6,400 من حجاج القرعة، من أكثر من 1,000,000 حاج يؤدون مناسك هذا الحج هذا العام في عودة جزئية وللحياة الطبيعية والحج الطبيعي الذي كان خلال العامين السابقين بصورة جزئية، حتى لا يفقد الحجاج أو يفقد المسلمين رونق الحج وهذا المنسك المقدس والركن العظيم في الإسلام. نعم أميرة معك. حج مبروك مبرور وذنب مغفور، شكرا لك جزيلا موفد التلفزيون المصري عبد الله بركات. وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز كلمة إلى حجاج بيت الله الحرام وضيوف المملكة والمواطنين والمقيمين والمسلمين. وفي كلمته أكد خادم الحرمين الشريفين أنه نتيجة للنجاح الكبير الذي حققته المملكة في مواجهة جائحة كورونا، تم رفع عدد حجاج موسم هذا العام ليكون 1,000,000 حاج، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية الوقائية حرصا على سلامة الحجاج. ودعا خادم الحرمين الشريفين الله أن يتقبل من حجاج بيته وأن يجعل حجهم مقبولا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا. أحييكم من أرض الرسالة ومهبط الوحي، سيد المولى الكريم يتقبل من حجاج بيته ويجعل حجهم مقبولا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورة بعد الظروف الاستثنائية الصحية والتي عصفت بالعالم أجمع. نحمد الله على تسهيل عودة الحجاج بفضله سبحانه، ثم بفضل الجهود الضخمة التي بذلها العاملون في قطاعات كافة في المملكة العربية السعودية. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وقد تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 415 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 59 طن مواد غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط أكثر من 10 أطنان مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط قرابة 38 طنا، كما تم ضبط 11 طن أسمنت في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء. أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 670 قضايا، من بينها 174 قضية خبز ناقص الوزن و 182 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. كما تم ضبط 3 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 15 طن أقماح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية. احتضن مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون الاحتفالية التي أقامها قطاع الحماية الاجتماعية للمفرج عنهم، وتنفيذا لقرار الرئيس السيسي تم الإفراج عن 1,270 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى المبارك. قادر يكون إنسان جديد من حقه فرصة للحياة،
احتضن مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون الاحتفالية التي أقامها قطاع الحماية المجتمعية للمفرج عنهم ممن استوفوا شروط العفو تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 297 لعام 2022 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. قادر يكون إنسان جديد من حقه فرصة للحياة. شعور جميل إن أنت طالع تحضر العيد مع أهلك وسط أسرتك، شعور لا يوصف. أحب أشكر سيادة الرئيس بمناسبة العفو وعيد الأضحى وإن أنا قاعد مع أهلينا. أقول كل سنة وحضرتك طيب ودايما كده مفرح قلبي كل الشعب المصري كله. اشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي مش بس على العفو، لا كمان على الانجازات الكتير قوي اللي احنا شفناها في التلفزيون. البلد بتتغير، مشاريع كتير في كل حاجه، في الطرق ككباري كمصانع، كل حاجه في البلد اتغيرت. 1270 نزيلا تم الافراج عنهم بالعفو الرئاسي وفقا لما اسفرت عنه اعمال اللجان المشكله لفحص ملفات النزلاء وتحديد من تنطبق عليهم شروط العفو بعد أن تم تأهيلهم وفقاً لأحدث نظم الإصلاح والتأهيل وتوفير سبل الرعاية المختلفة لهم اجتماعية وتعليمية وصحية ومعيشية وثقافية لضمان عودتهم للمجتمع أفراد صالحين. هنأهله وناخد بإيده نعلمه صنعة تفيده تبقى لي طوق النجاة. أحب أشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحياة الكريمة اللي منحها لنا، على كل شيء كويس عمله لنا. بالنسبة لمركز الإصلاح وتأهيل وادي النطرون للنساء، حياة كريمة بمعنى الكلمة. من كل شيء اتعلمت حرفة يدوية، إن شاء الله ما أخرج هعمل مشروع وأشتغل بالحرفة اللي أنا اتعلمتها هنا في مركز الإصلاح. كل مجالات التصنيع، أي حد معاه صنعة بيشتغل وتصنع في مراكز إصلاح وتأهيل. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل حاجة حلوة عملها لنا، وإحنا هنا بنتعامل أحلى معاملة وبنتعلم جوه. مركز فيه كل حاجة كويسة، طبعا فيه المركز الطبي على أعلى مستوى، فيه فصول نحو أمية للي عايز يتعلم، فيه فصول، فيه ورش، فيه تعليم مهن، فيه الحاجة اللي انت بتحب تشتغلها بره انت بتلاقيها وبتشتغلها وبتتعلم مجال جديد. هنساعده يبدأ من جديد وبكل حب احنا معاه. لحظات من الفرحة عاشها المفرج عنهم بعد أن فتحت أبواب مراكز الإصلاح والتأهيل لخروجهم إلى المجتمع. زي ما طلعت لنا عيالنا يا رب، الله يخليك يا بنت عيال سيدي، طلعت لنا عيالنا. فرحة كبيرة لنا وعز كبير إن هو هيعيد في وسطنا وفي وسط إخواته وفي وسط أهله. وبنشكر سيادة الرئيس على اللي هو عمله معانا وإن هو طلع لنا أولادنا وفرحنا في العيد بطلعه. وربنا يبارك لنا في الرئيس اللي طلعوا لنا في يوم زي دوت يوم عيد يفرح معانا ويعيد معانا. أصل الحكاية فكرة أنت فينا وهيبتدي المشوار. شاركت وزارة الداخلية المواطنين الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك على مستوى الجمهورية. المزيد نتابعه مع حضراتكم في سياق التقرير التالي. كل سنة طيبين، كل سنة الشعب المصري كله طيب، كل سنة السيادة الرئيس طيب. احنا بنشكره جدا، على الأقل أنا بمشي في الشوارع أنا وولادي وأنا مطمنة يعني بالدنيا واللي فيها يعني. كل سنة طيبين وسعادة الرئيس بخير وألف سلامة. نشكر طبعا رئيس مصر على كل الجهود اللي بيعملها طبعا، يعني أكيد الواحد لامس كل الجهود دي إن شاء الله. كل سنة طيبين وكل سنة ومصر طيبة ودايما حاسين بتطور إن شاء الله. شكرا للرئيس وشكرا لوزارة الداخلية على التواجد الأمن. تحيا مصر. مصر عليها العين وولادها الغالين من يومهم واقفين للي بيعادي مصر. هنا بلد الجدعان ومفيش منا جبان، في الشدة بيبان من اللي بيحب مصر. هنا مصر اللي عشناها جبناها، هنا مصر أحلى بلاد الدنيا هي بلادي، هنا مصر. كل
سنة وانتم طيبين يا جماعة، وعيد سعيد عليكم إن شاء الله. كل سنة وكل الناس طيبة ومصر كلها طيبة. كل عام وانتم بخير. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد على مصر كلها. كل سنة ومصر كلها بخير. هابي عيد. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين عيد سعيد. ربنا يجعل الأيام بخير عليكم. كل سنة حضراتكم طيبين. تحيا مصر. تحيا مصر. لما قرب وبعيد شعب الإيد في الإيد والقلب وما يريد وإحنا بنحب مصر. هنا مصر اللي عشناها قلبها، هنا مصر أحلى بلاد الدنيا دي يا بلادي. هنا مصر، هنا مصر اللي عشناها قلبها، هنا مصر أحلى بلاد الدنيا دي يا بلادي. هنا مصر. كل سنة وكل المصريين طيبين. مناسبة حلوة، عيد حلو، مبروك على كل الناس يا رب، كل اللي في مصر. هنا شهداء وهنا أبطال، هنا ما بنعرفش محال. هنا لما نقول يا بلاد صوتنا يرك يهز الجبال. هنا ما بنعرفش الخوف، نتحدى في أي ظروف ونضحي بعمرنا عادي، واللي عادي بلدنا يشوف. أعطيتونا الورود واحترمتونا واستقبلتونا، وهذا شيء أنا أول مرة بحياتي بشوفه، ما شفته قبل هيك. كل سنة وأنتم سالمين يا أحلى شعب في الدنيا كلها. كل عام وأنتم بألف خير، وشكرا للجهود الجبارة تبعتكم. Thank you. Thank you. Thank you so much. ربنا يبارك لك يا رب على الحاجات الحلوة اللي انت عاملها لنا. كل عام والجميع بخير، الداخلية والجيش والبلد كلها وأفرادنا جميعا. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليهم بخير كل يوم وكل المصريين. كل سنة وانتم طيبين جميعا. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين وفرحوا واتبسطوا. دي أنا مش هقولها، دي أنا هحتفظ بيها ذكرى من وزارة الداخلية. وكل سنة وانتم طيبين. شكرا يا رئيس. تحيا مصر. بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، تكثف أجهزة الدولة المختلفة إجراءاتها لضبط الأسواق والتأكد من توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وفي هذا الإطار تجري وزارة الصحة والسكان حملات تفتيشية لمراجعة التزام المنشآت الغذائية بتطبيق ضوابط سلامة الغذاء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك لضمان وصول غذاء صحي وآمن للمستهلكين. الخطة بتاعتنا كانت بتشمل تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء صحي وآمن للمستهلكين أثناء فترة الأعياد. بنكثف الرقابة على المنشآت الغذائية، بنكثف الرقابة على الأسواق، بنكثف الرقابة على وسائل النقل للحوم عشان نضمن إن اللحوم اللي واصلة للمستهلك لحوم آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي. إحنا إن شاء الله الخطة طبعاً بصدد تنفيذها بقالنا 15 يوم، وطبعاً بنمر الأماكن المستهدفة بتاعتنا، أماكن عرض اللحوم، المطاعم، الفواكه، الخضروات، وإحنا بنستهدف طبعاً إن إحنا نطمن على المنشآت نفسها، النظافة العامة بصفة عامة على كل الأماكن، الأشخاص، الأدوات. حديقة الأرمان واحدة من أبرز الحدائق التي تجذب الزائرين في أيام العيد نظرا لمساحتها الكبيرة ومناظرها الخلابة. وفي هذا الإطار شهدت حديقة الأرمان استعدادات مكثفة لاستقبال عشاقها طوال أيام العيد. في أجواء احتفالية مبهجة تستقبل حدائق ومتنزهات المحروسة زوارها احتفالا بعيد الأضحى المبارك، حديقة الأرمان مقصد أساسي لعشاق الحدائق العامة، حيث فتحت أبوابها منذ الصباح الباكر بعد استعدادات كثيرة لتضمن نزهة ممتعة وساحرة لروادها في أجواء من الراحة والأمان. رحت صيدت العيد، وبعد كده جيت أنا وصحابي جنينة الأرمان، يعني بنتفسح فيها، نجيب أكلنا وناكل في الجنينة، وبعد كده بندخل نلعب في الملاهي، نتمشى، نقعد شوية. الاستعدادات شملت صيانة دورات المياه وتوفير مياه الشرب بجانب قص النجيلة الموجودة في الحديقة والتنسيق مع إدارة المرور لمنع التكدس بين الزوار، وتم فتح 3 بوابات، كما تم الدفع بفرقة من الأمن لتنظيم العمل الداخلي بالإضافة لسيارتي إسعاف وإطفاء الحريق. حديقة الأرمان كمان بالنسبة لسعرها فهي سعر رمزي جدا، 5 جنيه تذكرة، فتعتبر مش حاجة،
فبالنسبة لناس كتيرة لا هي متاحة للجميع وكل الناس حابين ان هم يجوها. بقوم الصبح اصلي وبنلبس وبنيجي هنا على الجنينة علشان المناظر الطبيعية وبنقعد هنا يعني بناكل بقى انا وصحابي وكده وبندخل الملاهي وبنلعب بالسعادة والبهجة. هل العيد هنا بحديقة الأرمان ما بين تنزه وألعاب وراحة واستجمام مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع. استعدت حديقة الطفل بمدينة نصر بشكل مكثف لاستقبال الزائرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وفي هذا الإطار شهدت حديقة الطفل إقبالا كبيرا من المواطنين في أول أيام العيد. كعادتها في كل عيد تفتح حديقة الطفل بمدينة نصر أبوابها لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد تجهيز كل المسطحات الخضراء إلى جانب تطوير منطقة ألعاب الأطفال لتهيئة الأجواء للاستمتاع وممارسة الأنشطة المختلفة داخل الحديقة. حديقة الطفل تابعة لمشروع الحدائق المتخصصة تابع لمحافظة القاهرة، في توجيهات بيجينا من سيادة المحافظ بضرورة التزام الحدائق خلال الفترة اللي قبل العيد بأعمال تجهيزات لكافة الحديقة. حديقة الطفل تقع على مساحة 20 فدانا وتتميز بالمساحات الخضراء إلى جانب توفير مسارات للمشي أو الجري وأماكن مريحة للجلوس، بالإضافة إلى مناطق لألعاب الأطفال ومنطقة مطاعم، مما يجعلها نزهة مناسبة لمختلف الفئات والأعمار. أيوة أنا أول مرة أجي حديقة الطفل وجيت عشان أنا وأخوي عشان نلعب، وماما قبل كده جت هنا قبل كده وعرفت إن المكان آمن وكده عشان كده سمحت لي اجي انا واخويا هنا لوحدنا، هي اساسا بيتنا مش بعيد عن هنا، وانا جيت عشان العب وانبسطت فعلا هنا. مكان لطيف جدا وهادي، مكان اوبن اير بعيد عن الزحمه، في فاسيلتيز كتير بعد ما اتغير بقى، في حاجات كتير قوي تبادليه الترناتيفز، يعني تقدري تقعدي في مطعم في كافيه في تلعبي، في ملاهي اعتقد، وفي كيدز اريا كتير، فمكان حلو. استعدادات تجرى في مختلف الحدائق لاستقبال المواطنين طوال ايام عيد الاضحى المبارك لتكون متنفسا امنا وممتعا للمواطنين في كل وقت واي مكان. جيرمين ابراهيم، التلفزيون المصري. إلى الحديقة الدولية بمدينة نصر بالقاهرة والتي تشبه بمحمية طبيعية خضراء تمتد على مساحة آلاف الأمتار المربعة لتحكي عن ثقافات متعددة لأكثر من 16 دولة، حديقة عابرة للثقافات تشهد على صداقات مصر مع مختلف دول العالم وتمثل مقصدا رئيسيا لعشاق الجمال والطبيعة في الأعياد والمناسبات. صغار وكبار، أطفال وعائلات وأصدقاء تزينوا بملابسهم الجديدة وتجمعوا بعد صلاة عيد الأضحى المبارك ليحتفلوا بالعيد في الحدائق والمتنزهات. وحينما تتحدث الزهور بلغات العالم يأتي الحديث عن الحديقة الدولية بمدينة نصر المليئة بالأنشطة والفعاليات. نحن بنقدم لشريحة معينة من الجمهور خدمة معينة بسعر الحقيقة مناسب جدا. يعني الحديقة يعني زي ما حضرتك بنتكلم عنها 55 فدان موجودة في مدينة نصر، الحقيقة في مكان متميز. الحقيقة الحديقة طبعا بتقدم خدمات، هي وباقي الحدائق اللي موجودة عندنا في المشروع بنقدم خدمات متميزة للجمهور. عندنا مجموعة كبيرة جدا من الكافيتريات، الحقيقة تقدم مجموعة كبيرة جدا من الخدمات سواء أطعمة سابقة التجهيز أو مشروبات. عندنا حضرتك حديقة حيوان مصغرة، الحقيقة بنقدم فيها مجموعة من الحيوانات والطيور الحقيقة والمصبرات والمحنطات، الحقيقة نقدم يعني الحقيقة جرعة من الثقافة للجمهور عندنا. تتنوع الأنشطة بالحديقة الدولية كما أنها حديقة عابرة للثقافات، حيث تجمع أجنحة دول عربية وأوروبية، بالإضافة لاستضافتها فعاليات مسرحية وكوميدية يحضرها الزوار بعد استراحة ببعض المقاهي والمطاعم داخل الحديقة. العيد والله أنا أحلى حاجة فيه الخروج طبعا للأطفال، بالنسبة للأطفال الانبساط والأجازة، لأن طبعا ضغوط الحياة بالنسبة للشغل مسؤوليات، فلازم الواحد طبعا في العيد يرفع عن نفسه شويه، يخرج يشوف اولاده. والله بنصلي العيد وبنيجي نفرح الاولاد، بيلعبوا بيركبوا العربيات بيركبوا المركب بيتفسحوا في الجنينه.
تعتبر الحديقة الدولية واحدة من 27 حديقة متخصصة تابعة لمحافظة القاهرة، والتي استعدت جميعها بكل الوسائل لاستقبال الزوار على مدار أسبوع كامل من الساعة 9 صباحا وحتى 10 مساء، وبأسعار تذاكر في متناول الجميع. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. استقبل محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة في مكتبه القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية وعددا من المواطنين والمشايخ والعواقل وأعضاء المجموعة البرلمانية. كما استقبل شوشة وفد الكنيسة الأرثوذكسية بشمال سيناء ووفد برلمان الشباب والشيوخ التابع لمديرية الشباب والرياضة، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك. وفي سياق متصل أكد المحافظ توافر السلع والخدمات على مستوى جميع القطاعات في مختلف أنحاء المحافظة ووجود أرصدة كافية من كافة احتياجات المواطنين. احنا البشرة الرئيسية اللي بتبشر بيها لأهلنا بتوع الشيخ زويد ورفح اللي هم العائدين اللي هم جم بدأوا يستقروا في قراهم. دول السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي صدقت لهم بثمانية مليون جنيه. ده هيتم حفر آبار، وانا عارف كويس قوي ان اهلنا في الشيخ زويد كلمة الزراعة بالنسبة لهم ايه، حياتهم. يعني انا شفت ناس ما جاي قاعد في الطل انما قاعد بينبش في الزراعات بتاعته. فان شاء الله احنا هنبدأ بعد عيد مباشرة في الآبار، وايضا هنعمل ان شاء الله بير بمحطة التحلية مخصوص في الظهير عشان ياخد الظهير والكورة حوالين منه كده. في مثل هذا اليوم 9 يوليو من عام 2002 تم تأسيس الاتحاد الأفريقي خلفا لمنظمة الوحدة الأفريقية. والاتحاد الأفريقي يتخذ أهم القرارات في اجتماع النصف سنوي للرؤساء وممثلي حكومات الدول الأعضاء، وذلك من خلال الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي. قيادة مصر مع أشقائها الأفارقة للقارة السمراء في المحافل الدولية والنجاح الذي حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يكن وليد اليوم، بل هي رحلة طويلة امتدت منذ توليه المسؤولية عام 2014، وبذلت مصر فيها جهدا كبيرا للتخلص من ميراث الجفاء الطويل. رحلة الصعود الكبيرة التي بدأها الرئيس السيسي كانت البداية في مسيرة العودة للحضن الإفريقي وإعادة مصر إلى إحياء التعاون مع القارة السمراء. بجهود دؤوبة ومتواصلة نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة مصر إلى قلب محيطها الأفريقي بعد عقود من الجفاء، لتستأنف حضورها الواسع ونشاطها الكبير والذي تكلل بالفوز برئاسة الاتحاد الأفريقي في عام 2019. منذ تلك اللحظة حرصت مصر على تأكيد جملة من الثوابت والالتزامات تجاه محيطها الأفريقي، في مقدمتها إعلاء مبادئ التعاون الإقليمي، كما عملت على تنمية دول القارة عموما ودول حوض النيل خصوصا. وخلال أشهر معدودة حققت مصر عدة إنجازات، أبرزها تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ريادة ملف تفعيل سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، واستضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الأفريقية، وشاركت مصر في القمة الاستثنائية لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ في شهر مايو من عام 2019، واستضافت كذلك فعاليات منتدى أفريقيا 2019 ومنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين. وبجهود مصرية حصلت مبادرة إسكات البنادق على الاهتمام السياسي والدولي الأكبر والأوسع، وحازت على تأييد مجلس الأمن بالإجماع ومساندة كل الدول الأفريقية، كما تم اعتماد خارطة
طريق القاهرة لتعزيز عمليات حفظ السلام كنوات لموقف أفريقي موحد، تحركات واكبها خطاب سياسي جديد، بينما يتواصل تأكيد الرئيس السيسي في كل المحافل والمناسبات التاريخية على قوة علاقات مصر بالقارة السمراء، كما لم يترك الرئيس السيسي محفلا دوليا إلا وشارك فيه ممثلا للقارة الأفريقية إبان فترة رئاسته للاتحاد، والتي شهدت توقيع عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. الدور المصري في أفريقيا امتد ليشمل كافة الجوانب خاصة الإنسانية، بداية من إطلاق مبادرة القضاء على فيروس سي لمليون أفريقي، مرورا باختيار مصر لتنظيم كأس الأمم الأفريقية، وصولا لإعلان أسوان عاصمة للشباب الأفريقي، وعقد ملتقى لهم في مارس من عام 2019. هكذا عادت مصر إلى أحضان القارة السمراء بريادة معهودة وأجندة عمل تنتظر المزيد من الجهود والتكاتف. نشرة السادسة متواصلة مع حضراتكم وتتابعون فيها. اشتباكات بين آلاف المحتجين والشرطة في كولومبو بسريلانكا، واقتحام مقر الإقامة الرسمي لرئيس البلاد. إلى الأزمة الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الأوكراني من طراز سو 25 و15 طائرة مسيرة، وتدمير عدد من مخازن الأسلحة خلال 24 ساعة الماضية. وذكرت الوزارة في بيان أن سلاح الطيران والصواريخ والمدفعية الروسية استهدفت خلال اليوم الماضي 22 موقعا لقيادة العمليات في أوكرانيا، بما في ذلك الكتيبة 98 من لواء الدفاع الأوكراني في مقاطعة محددة. وأضاف أن القوات الروسية دمرت 5 مخازن للأسلحة والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في منطقة دونستيك. قالت المخابرات العسكرية البريطانية إن روسيا تقوم بنقل قوات الاحتياط من جميع أنحاء البلاد، وتحشدها بالقرب من أوكرانيا من أجل القيام بعمليات هجومية في المستقبل. وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن نسبة كبيرة من وحدات المشاة الروسية الجديدة تنتشر على الأرجح بمركبات المدرعة MTLP. اجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتونين بلينكن في بالي مع نظيره الصيني وانغ يي في أول اجتماع مباشر بينهما منذ أكتوبر، بعد حضور اجتماع لمجموعة الـ20 في الجزيرة الإندونيسية، حيث قاد بلينكن جهود الضغط على روسيا بسبب عملياتها العسكرية على أوكرانيا. ويقول مسؤولون أمريكيون إن اجتماع بلينكن ووانغ يي يهدف إلى الحفاظ على استقرار العلاقات الأمريكية الصعبة مع بكين ومنعها من الدخول عن غير قصد في هذا الصراع. Spend time with State Councilor Wang Yi. There is no substitute for face-to-face or sometimes mask-to-mask diplomacy. In a relationship. أعرب رئيس وزراء سريلانكا عن استعداده للاستقالة لإفساح المجال لتشكيل حكومة تضم جميع الأحزاب، بعد أن اقتحم آلاف المتظاهرين مقر إقامة الرئيس في كولومبو وإصابة العشرات خلال الاحتجاجات، ولم يتمكن أفراد الجيش والشرطة من التصدي لحشود المحتجين الذين رددوا شعارات تطالب الرئيس بالتنحي في ذروة غضب شعبي متصاعد إزاء أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ 7 عقود. ووصل التضخم في البلاد إلى مستوى قياسي بلغ نحو 54.6% في يونيو، ومن المتوقع أن يصل إلى 70% في الأشهر المقبلة، وهو ما تسبب في تفاقم معاناة المواطنين.
قال قائد شرطة منطقة نارب اليابانية أن هناك ثغرات لا يمكن إنكارها في الإجراءات الأمنية الخاصة برئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي قتل بالرصاص خلال تجمع انتخابي في المدينة الواقعة في غرب اليابان. وخلال تصريحات صحفية أضاف قائد شرطة منطقة نارا أنه لا يمكن إنكار وجود مشاكل تتعلق بإجراءات الحراسة والترتيبات الأمنية لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي، متعهدا بكشف المشاكل بشكل كامل واتخاذ الإجراءات التي تترتب على ذلك. لقي 16 شخصا على الأقل مصرعهم في كشمير بعد أن تسببت عاصفة صاحبتها أمطار غزيرة في حدوث فيضانات، وأصبح أكثر من 20 شخصا في تعداد المفقودين، وما زالت عمليات الإنقاذ جارية. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية إن طائرات هليكوبتر عسكرية ومدنية تقوم بطلعات مستمرة لإجلاء الجرحى ونقل الضحايا. أصيب 4 أشخاص في مستشفى بمدينة شنغهاي الصينية على يد مهاجم مسلح بسكين في ثاني حادث طعن يقع بعد رفع حالة الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا أوائل يونيو الماضي. وقالت الشرطة إن الضباط أسرعوا إلى مستشفى روجين بعد تلقي استغاثة بشأن وقوع الهجوم. وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي حالة من الفوضى إثر تدافع الزوار إلى البوابات للخروج من المستشفى. أظهرت بيانات حكومية مبدئية أن إزالة الأشجار في غابات الأمازون المطيرة بالبرازيل وصلت إلى مستوى قياسي في الأشهر 6 الأولى من العام الحالي، وذلك بعد تدمير منطقة تزيد مساحتها عن 5 أضعاف مساحة مدينة نيويورك. وذكرت وكالة أبحاث الفضاء الوطنية أنه تم من يناير وحتى يونيو إزالة نحو 3988 كيلومترا مربعا في المنطقة، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 10.6% عن نفس الأشهر من العام الماضي. دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في حل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد. وخلال لقائه بعدد من أعضاء مجلس النواب على هامش زيارته التفقدية إلى محافظة نينوى، أكد الكاظمي على أهمية التعاون والتكامل بين عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وضرورة التنسيق من أجل الارتقاء بأداء وتلبية تطلعات المواطنين. أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي نجاح القوات الأمنية العراقية في اعتقال كبار قادة تنظيم داعش الإرهابي واختراقه من العمق. وخلال اجتماعه بالقيادات الأمنية والعسكرية في محافظة نينوى، قال الكاظمي إن القوات المسلحة تواجه الإرهاب في كل أنحاء العراق لأنها على أشد درجات الاستعداد بالرصد والمتابعة والقضاء على الإرهابيين. لقي أحد قيادات قوات الحوثي وعدد من مرافقيه مصرعهم إثر مواجهات مع الجيش عقب شن قوات الحوثي هجمات على مواقع القوات الحكومية غربي محافظة مأرب شمال شرقي اليمن. وذكرت مصادر ميدانية أن القيادي الميداني في صفوف قوات الحوثي عبد الوهاب الحوري والمعروف باسم أبو حرب لقي مصرعه مع بعض مرافقيه خلال مواجهات مسلحة اندلعت بجبهات غربي مأرب. قامت مؤسسة حياة كريمة من خلال الموثقين الميدانيين والمتطوعين بمشاركة الأهالي احتفالاتهم في محافظات مصر من أسوان إلى الأسكندرية، وذلك عقب صلاة عيد الأضحى المبارك. وقامت المؤسسة بتهنئة الأهالي وتوزيع بعض الهدايا على الأطفال. انتهت نشرة 6 ولا يتبقى سوى تذكرة بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد المشير طنطاوي.
ضيوف الرحمن يواصلون أداء مناسك الحج في أجواء روحانية مباركة. بلينكين يؤكد أن واشنطن ستقدم أكثر من 368 مليون دولار كدعم إنساني لأوكرانيا. نهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري. كل عام وحضراتكم بألف خير.